نمسي عليكم بالخير ونحييكم أجمل تحية مشاهدينا الكرام، مشاهدين تلفزيون دولة الكويت وتحديدا قناة العربي. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مسارات ثقافية، ومثل ما عودناكم أو نعودكم دائما مشاهديننا أن يكونون معنا ضيوف مميزين ونبحر معاهم في مساراتهم الأدبية الفنية الثقافية وفي جميع المجالات على أساس نبينها لكم مشاهدينا في هذا البرنامج. من بعد هذا التقرير إن شاء الله راح نتعرف على ضيفنا الكريم. ضيفنا في برنامج مسارات ثقافية الأستاذ محمد مراد، مصور حائز على جوائز عديدة في تصوير الحياة البرية، وله اهتمام وشغف خاص بتصوير الطيور. كانت الخطوة الأولى التي اتخذها محمد في سعيه لأخذ التصوير بجدية في عام 2014 من خلال الانضمام إلى فريق التصوير الفوتوغرافي والأفلام الوثائقية في مركز العمل التطوعي وشراء أول كاميرا احترافية له. وبحلول نهاية العام نفسه انضم إلى فريق مراقبة الطيور وحمايتها في جمعية حماية البيئة الكويتية، مما أضاف قيمة كبيرة لمعرفته بسلوك الطيور. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الأستاذ محمد مراد، مصور. مشاهدين، يمكن في حلقة سابقة تكلمنا عن التصوير ومجال التصوير وأهمية وإبداعات مجال التصوير مع ضيفنا الكريم، وبينا أهمية مثل هذه الهواية الجميلة اللي قاعدين نشوفها من صغار وكبار قاعدين يمارسونها، من طبعا الحياة البرية اللي عندنا، من المباني والحياة العمرانية عندنا بالكويت، وحتى يمكن تصوير الأفراد. يعني كل من يحب مجال معين في مجال التصوير. اليوم راح نتكلم أكثر إن شاء الله عن تصوير الحياة البرية والاستعدادات اللي لازم يأخذونها المصورين، ونشوف إن إحنا مصورين بعد مو بس بالكويت يصورون، يروحون خارج الكويت يصورون يعني ويبينون أهمية الحياة البرية بالعالم كله. وإحنا اليوم مخصصينها يمكن حق هذا النوع من أنواع التصوير اللي هو تصوير الحياة البرية، على أساس نبين أهمية هذا النوع والمحافظة عليه، اللي يعني الطيور والحيوانات أجلكم الله في جميع العالم من ناحية المحافظة عليهم. اليوم إحنا راح نسترسل إن شاء الله مع ضيفنا، وراح نبين أهمية تصوير الحياة البرية عندنا بالكويت وخارج الكويت مع ضيفنا الكريم المهندس محمد مراد. نمسي عليه بالخير ونقول حياك الله يا محمد، واحنا سعداء بهذا اللقاء معاك مرة أخرى في برنامج مسارات. الله يحييك ومشكورين على الدعوة مرة ثانية. يا حياك الله. يمكن في حلقة سابقة محمد احنا تكلمنا عن بداياتك، ان انت دخلت عالم التصوير وأهمية التصوير بشتى أنواعه، يعني انت ما حددت وين تبي تروح اللي هو الحياة البرية، وبعدين نعرف ليش حددت هذا النوع من طبعا التصوير. دخلت وانت يعني خلنا نقول نوعا ما كبير يعني في هذه الهواية، ومارستها بمعدات خلنا نقول نوعا ما يعني في بدايات عالم التصوير، حتى من ناحية الأجهزة ومن ناحية المعدات والعدسات، بعدين تطورت ما شاء الله وصلت الحين إلى وقتنا الحالي بأجهزة رهيبة ومعدات رهيبة. فنتكلم إن مهما تأخر واحد عادي يعني هو شباب ولا هو كبير إنه يدخل هذه الهواية ويمارسها بجمالياتها. صحيح. أنا بلشت تصوير في 2015 كان عمري 39. إيه. وأنا الحين 47. العمر كله إن شاء الله. الله يطول بعمرك. فأنا أشوف ما له شغل العمر. إذا أنت حاب الشغلة، وايد ناس ترى يعني انشهروا أصلاً إيه. ونعرفه وهم كبار. إيه. ممثلين، دكاترة، علماء، مصورين، باحثين، ساعات مجال التصوير في ممثلين في مجال التصوير، ما صراحة ما أتذكر أي اسم أي، لكن في يعني مجال، في ناس درست متأخر يعني، في ناس كملت دراستها مثلا، صح، يقول لك أنا طافني ما كملت أبي أكمل. فأنا أشوف أن العمر ما له شغل كثر ما هو الالتزام. يعني إذا أنت حبيت هي بالنهاية حب، شغف يجيك فجأة كذي أو من غير سابق إنذار، أو أحد يدق يكسف خلينا نقول، فتكتشف أن أنت تحب هالشيء، تحب رسم ممكن تحب تقتني ساعات، ففجأة أنت مرة واحدة كبير ومرة قلت على تيشان
أنا أحب أقتني ساعات. وايد ناس بلشوا أعمارهم هم نفس شيء كبيرة. فأنا لما بلشت التصوير قلت لك بلشت 2015 كان عمري 39، ما حد كان يعرفني، يعني يعرفوني أهلي ربعي الدوام الناس القراب. لما دخلت عالم التصوير وفست وقام يحطون شيء بالجرائد، لا صارت تلفزيون مقابلات، فست برا برا الكويت وايد مسابقات ما شاء الله، فصار نوعا ما خلينا نقول ان صارت العين علي، صار فوكس، فوكس عليك، فالدنيا شويه تغيرت. الحين مصور لازم اسوي فوكس اي بشويه الدنيا تغير. انا دائما اقول انا ما سعيت ورا الشهره، ما لحقت الشهره، انا اصلا ما احب الشهره اصلا. واللي يتابعني يدري ان انا مو من النوع اللي اطلع كل دقيقه واصور واسولف وشي، احب يعني احب الحياه الخاصه هذه فيني. لكن الشهره لحقتني بحكم اني انا فزت وتعمقت بالتصوير والناس قامت تعرفني. شهرة عالمية اي، يعني ما ادري انا الحين مشهور الكل اطلع الكل يعرفني، لكن بس انا اقصد محمد هذا يعطيك دافع اكثر انك انت يعني تسعى وتشارك في مسابقات اخرى وتسعى انك انت تفوز في مسابقات اخرى. انا ترى ليش انا بطلت سالفه الجوائز وسالفه المشاركات هذه، الحين ابيك تسولف لي انا الحين مشاركاتك والمسابقات. اول مسابقه شاركت فيها، اول مسابقه شاركت فيها كانت في 2016 اسبانيا مونتفوتو، وفزت بثلاث صور، فزت المركز الاول بيبل تشويس. انا بس بوصل معلومه للساده المشاهدين انك انت خلينا نقول يعني حصلت على اجهزه وكاميرا نوعا ما احترافيه ذاك الوقت اللي هو في عام 2015 صح، وسعيت ما شاء الله وحاولت تصور في أماكن عديدة ورحت فزت في 2016 صح، يعني سنة ما شاء الله سنة. تعبت على نفسك، دربت نفسك واحتكيت مع محترفين بالكويت وخارج الكويت، ومنهم المصور يمكن مسي عليه بالخير محمد خرشيد صح بعلي بعلي، احتكيت معاه وخديت وعطيت معاه في هذا الجانب وبينت أهمية التصوير. ومن 2015 لا 2016 شاركت قل لي. ففي 2016 دشيت على مسابقة إسبانية، مسابقة قشرة نقول، ودزوا لي إيميل كان يقول لي إن لك دعوة. شنو الصورة اللي شاركت فيها أول شيء؟ شوف يعني شوف أنا اللي فزت فيها بأول رحلة سافرت فيها مع محمد اللي رحنا هنغاريا بأول كاميرا شريتها، يعني اول كاميرا اللي هي انا بعدين ما شفتها انها ما تلزمني، يعني شفتها انها ضعيفه، هي نفسها الكاميرا اللي فزت فيها المركز الاول اللي هي المسابقه اللي قلت عنها هي ضعيفه، فهي ضعيفه هي قلت لك هي السالفه مو بالعده كثر ما هي بالمصور نفسه. فذكرني فزت بصوره من هنغاريا، صوره عقاب اللي هو الوايت تيل ديجل بالعربي العقاب ابيض الذيل، وخذيت شرفيتين في صورة تمساح مع طير. نعم. مع طيور. نعم. والثانية والثالثة شرفية حق الورر بالكويت هنا صورته بالياح. فهذه كانت أول مرة وقلت بروح، يعني بروح المسابقة بحضر، يعني بصعد على الستيج. شنو شروط المسابقة؟ شوف أنت قبل لا تشارك وقبل لا تصور، ولا صورت وبعدين قريت عن المسابقة؟ إيه أنا صورت انزين بعدين دشيت سويت سيرش على المسابقات اي، وقلت اني بشارك اي، قلت بشوف شنو المسابقات. زين شنو الشروط اللي حاطينها؟ شروط وايد، يعني اول شيء لازم تكون الصوره ايثيكال، ان انت ما اذيت الطير، ما حطيت له طعم، ما حط طعم حي، ما ضايقت، ما سويت عليه ستريس، هذا من ناحيه الايثيكال حق الانفايرمنت. الشروط الثانيه اللي هي قياسات الصورة، أنت تدش أساساً شلون تشارك محاور، هما محور طيور، محور ثدييات، محور زواحف، محور نباتات مثلاً. وكل واحد كل محور. كل محور لا لا شروطه. إيه كل محور لا شروطه. فكان طبعاً غير ولا جائزة عدل. طبعاً وكل ومو بس شيء غير الشروط التقنية، يعني أنت الصورة التعديل لازم يكون خفيف. يطلبون الصورة الأصلية يقارنونها، هل أنت لاعب ولا ملاعب، هل أنت ضايف ولا مضايف، مو بس حتى الإضافة أنك تضيف أو تشيل، لا يبون أن الصورة تكون مثل ما هي كانت مصورة، يعني مو تصورها مثلا
انت مصورها الخلفيه شير ولا الخلفيه غامجه وتروح تسويها خلفيه بيضاء ويصير تكنيك ثاني فيطلبون الرو. اذا طلبوا الرو وشافوا ان صورتك عدت الرو يعني له الاصل اي الرو اللي هي الصوره الخام اي الخام الاساس اللي اساسا تطلع من الكاميرا. فوالله رحت هناك وصحت على الستيج وكانت هذه اول مسابقه 2016 ورجعت لهم في 2022 وفزت الاول بنفس المسابقه بمحور الطيور 2016 ورجعت لهم 2022 فزت ب 2016. شنو الجائزه اللي فزت فيها؟ وابي اتكلم عن لجنه التحكيم اللي موجوده. يمكن كوني انا على معرفه شخصيه معك فقلت لي سالفت لي عن سالفه لجنه التحكيم انها هي لجنه يعني شديده ولازم تعرف التكنيك هذا شلون. راح اسمع اجابتك ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونواصل معكم مشاهدينا. المشاركه في المسابقات وخاصه التصوير الحياه البريه او التصوير بشكل عام لها اسس ولها معايير ولها شروط خاصه اساسا انا والله ابي اشارك. محمد انت قلت قبل الفاصل ان والله هناك شروط اسس لان محاور عديده وكل محور يعني محور الطيور محور الحياة البرية محور بغض النظر عن المحاور وكل واحد له شروطه وكلهم لهم لجنة تحكيم. يعني كل محور له لجنة تحكيم ولا كلهم محكمين؟ كلهم محكمين. المحاور كلها لجنة واحدة بس اللجنة مختص يعني فيها أكثر من محكم كل محكم مختص بشيء. بعرف من اللجنة اللي يكونوا محكمين وشنو اللي يعني النظرة مالتهم ومثل ما تفضلت إنه لازم يشوفون الأصل اللي هي الصورة الخام مع الصورة اللي تم تعديلها بشكل بسيط. شوف هو لجنة التحكيم هي شروط المسابقات كلها بالدول العالم كذي إنه يكون أي المسابقات يكون التعديل مو المسابقات اللي مختصة بالطبيعة يعني سواء الطيور أو الوايلد لايف طبيعة بشكل عام حتى لو ورد شرطهم الأساسي إن أنت الصورة ما تغش المشاهد. يعني ما يصير أنا أصور صورة وألعب فيها وأغير الألوان وهي مو هي الأصلية يروح ثاني يوم نفس الشخص بنفس الحزة بنفس الوقت بنفس المكان يصور ما تطلع نفس الصورة. فهما دائما يقول لك أنا ما أبيك يعني ما نبي نكذب على وهو عندهم هذه المسؤولية كبيرة ترى وايد مهتمين بهالموضوع عشان كذي يطلبون الرو عشان كذي يطلبون الصورة الخام يبون يتأكدون إن الصورة فعلًا تم تصويرها بهذه الطريقة. أي. وهذا بعد ترى يزيد من السكور بالتحكيم ويقلله. يعني خلينا نقول مثلًا أنا وياك شاركنا بنفس المحور. حلو. صورتي وصلت وصورتك وصلت. أوكي. والحين اللجنة متوهقين ما يدرون هذا ولا هذا. هذا الجروب يقولون هالصورة تأخذ الأول وجروب يقولون هالصورة يصير خلاص يصير. شو يسوون؟ يقول تي شلون؟ يبوا الصورة الخام خلينا نشوف من اللي عدى الأقل. يعني اللي عدى الأقل معناته صور وقت الصورة أحسن صح فالأحسن هو يفوز فاللي عدى الأقل هو الأفضلية فكذي يختارون. فلجان التحكيم يبون مختصين. يعني مثلا تلاقي في محور طيور يبون واحد مختص بالطيور يعرف سلوكها يعرف يدري هذا الطير من الصورة يدري هذا الطير لا هذا كنا مصيود لا هذا الطير يمكن عش ما يصير تصور عش عرف. يبون مختص حق الزواحف حلو يبون مختص حق الثدييات تمام. يعني أتذكر في مسابقة حق مصور صور صورة ذيب مشهورة هذه القصة أي صور صورة ذيب الذيب ناط أنا سمعت عنها هذه فاز وخذ الجائزة الجراند بعدها الصورة ذيب ناط سياج خشبي ماشي عقبها باسبوع او كذي هالحروه شارك المسابقه وفاز ومن اقوى المسابقات نشر في السيليم ميوزيوم. يعني هذا انت الحين تبي تبين ان اذا لجنه التحكيم يعني شكت حتى لو بعد ما فاز واكتشفت انك انت لا والله غشيت بهذه الصوره شنو الاجراء اللي يسوونه؟ سحبوا الجائزه حطوها بالاخبار بان من المسابقه ما يدخلها ممنوع يدخلها وبينوا شلون انه هو يعني يعطونا فرصه. يعني هم اعطوه فرصه قالوا له نبي لانه هو شنو صار في علماء باحثين مختصين بالذيابه يقول قال لك ان الذيب ما ينط الذيب اذا شاف سياج ينزل حذره هذا شلون نط هذا الذيب مدرب شكوا
كان اللجنة ما تتحكي ما تمسابقة قالت حق المصور دز لنا 10 صور قبل هذه الصورة وعشر صور بعد هذه الصورة نبي نشوف أنت شلون صورته. شيء يقول ما عندي. طبعًا هو مستحيل يكون ما عنده. فهم دروا أن يعني الصورة ملعوب فيها. على طول حطوا كل الأخبار والموقع الرسمي والخبر انتشر بشكل مو طبيعي وانسحبت الجائزة وصار عليه يعني من كان هو الجراند والسمعة توب صارت سمعته انه هو قالوا اسمه هي حطوا صورته والصوره المغشوش فيها وحطوا توقعاتهم وقالوا ان طلبنا منه هذه لاهميه التصوير وعلى اساس انه والله لسمعه المسابقه نفسها صح. ان على اساس لا يصير فيها اي تلاعب ولا يصير فيها اي شك واي عدم ثقه بينها وبين الجمهور صح. تاخذ هذا الاجراء وما خافوا يعني هم فوزوه كان بامكانهم يقول احنا الحين توهقنا فوزناه خلاص نسكت خلنا نطمطم لا لا ما عندي انا خلنا نقول احنا غلطنا ماكو مشكله بس ولا مش الناس طبعا يزيد من شعبيتهم اكثر طبعاً. وثقتهم عند الجمهور طبعاً. اكثر طبعا سالفه 2022 ليش من 2016 ل 2022 اي شوف انا لا 2016 فزت مسابقتين بعدين 2017 فزت ثلاث مسابقات بعدين فزت 18 و19 و20 و21 أنا كل سنة قاعد أفوز الحمد لله ما شاء الله بس 2022 صارت طفرة كذي فجأة صار كل المسابقات الكبيرة أنا فزت فيها ما شاء الله إيه يعني فزت بإسبانيا الأول فزت بروسيا الثاني فزت خديت شرفية بست نيتشر بس هيك أذر إن المشاهدين الكرام لما أنت تتكلم أبيهم يشوفون حسابك بالإنستغرام يكتبوا محمد مراد مصور محمد مراد أو بالإنجليزي MOE underscore مراد ماشي فاللي صار إن فجأة جتني الإيميلات ترى أنت فزت ولك دعوة كان تين مسابقة ثانية كان تقول ترى أنت فزت لك دعوة من كثر ما أنا فزت ما حطيت كل الأخبار اللي فزتها صار الموضوع أنا حسيت في أنا ما أحب قلت لك ما أحب الشهرة ما أحب أطلع وايد أنا انحاش من المقابلات وكل يدري فيني ترى أقنعنا أنا سويت عشان أجيبه بس فشنو قلت ما راح أقدر أحطهم كلهم ولا أنا في مسابقة في فرنسا توه يمكن من يومين استلمت الجائزة خذيت فيها الجراند فزت بالجراند بصورة بالكويت والجائزة طلعت لي ان اروح كينيا 8 أيام محمول مكفول هذه الجائزة بعدين كان يقررون ان تبيها فلوس يعني تبي فلوس الجائزة ولا تبي تروح قلت لا يبا ما اقدر اروح انا الحين توني هاي حولوها فكانت 2022 صارت شيء تعرف صار فوز ورا فوز فوز ورا فوز والأخبار كلها قامت تتناقل ما قصروا الميديا فهي كانت 2022 شوية صارت خبصة قلت إن في استعدادات خاصة وفي أمور خاصة على أساس أني أنا ألتقط مثل هذه الصورة عشان أفوز فيها وأشارك فيها في هذه المسابقات أعطيت معلومات جميلة محمد يعني سواء بهالحلقة ولا الحلقة السابقة عن هذا الموضوع قاعد تطور من نفسك من ناحية الأجهزة من ناحية المعدات من ناحية العدسات وهم بعد من ناحية التقاطك للصورة يعني يجيك فكر يجيك إبداع هو طبعا كل واحد يختلف صح. سبحان الله كل واحد فكره يختلف عن الآخر مهما كانت استعداداتنا يعني مثلا خلنا نقول الاختصاصات أو عفوا الشغلات اللي حطها المميزات اللي حطها بكاميرتي نفس كاميرتك كل شيء عدستي نفس عدستك الإضاءة الأمور وزاويتك نفس زاويتك صح نفس الحداق لكن بس الإبداع راح يبين أنا دائما أقول لهم نفس الحداق أنت الحين لو تروح تحدق طراد ولا بيخت ويقعدون ترى هذه جربتها 6 أيام بعض والله واحد يصيد اي والله هذه الصيد ترى حقيقة هذه صح فساعات هي شوف هي توافيش من الله أنت لازم تكون جاهز أنا لما أطلع أصور مو بس أجهز إن عدتي أقوى عدة وإن كل شيء معاي من تجهيزات لا أنا حتى ذهنيا يعني أتجهز آخر سفرة أنا لما رحت آيسلند حطيت أتذكر ستوري إن أنا أبي مدرب خاص رحت دشيت نادي المشي بالثلج ما بي شيء يخليني أفكر يعني يشتتني عن تصويري
ما بي شيء يعيقني. فانا قلت شنو؟ قلت لازم ادش نادي الثلج ليل فوق الركبه. عرفت؟ وانا اصلا كنت حتى حق الثلج متجهز، لكن سبحان الله ضاعت الجنطه. ضاعت الجنطه. ففي في سنو شوز يعني تحط عزك الله فوق تحت البوت، تحط شيء عريض عشان ريلك لا تغط لا تغوص حيل بالثلج. انزين. فانا كنت جاهز ورايح. ليش رايح ايسلند؟ كنت اصور الثعلب القطبي. ابيض اسود. أسود. هو هو ادعم، هم يسمونه البلو مورف، بس هو مو بلو، هو ادعم. وهو نادر حيل. لان من يقولون الدب القطبي هو على طول ابيض. اي هذا الثعلب القطبي. في في بس هذا مختلف يعني لونه. إيه هذا مختلف، هذا غير. فانت مهما تجهز، يعني قلت لك انت تجهز معداتك، تجهز جسديا ذهنيا كل شيء، توصل الميدان او توصل المكان تصير لك سالفه، تعفس كل امورك. فهم انت لازم ما تضايق، تحاول تقول خيره وخل اكمل. صح. مو ترد. يعني انا كان عندي خيار اخر سفره، يا ارجع وتروح علي الرحله كلها لان ما عندي هدوم والدرجه حراره -17. معداتك وينهم؟ الكاميرات عندي، الهدوم واللبس عشان ادفي عمري والجلوفز عشان اصور وعزك الله البوت والسنوشوز مو موجودين. اوكي. فاضطريت اني خلاص اشتري من اروح اشتري. ما راح يعني ما راح ارد الكويت. ان شاء الله هذه طبعا شريت. اللي وياي الجروب البريطانيين ما قصروا، كل واحد تبرع لي بشيء، تبرع لي بدلار، تبرع لي بنطلون لهذا، وصورت. زين. ما اقول لك ما صورت، لكن هل انا صورت وانا مرتاح البال؟ لا. كان وايد برد لان هدومي مو معاي، شغلي مو معاي، مو قادر اصور عدل بهالضغط وبهالظروف. طلعت بصور حلوه طلع. للحين ما شفناهم، بشوفهم ترى ما على شكل شخصي يعني، مو شرط انه يعني تشوفونهم، ولكن ان شاء الله راح نشوفهم وتشارك فيهم مسابقه. انا باخذ معك هذا الفاصل ونواصل ان شاء الله معك. فاصل ونواصل معكم مشاهدين. ظروف طبعا المصور وخاصه حق الحياه البريه، يمكن مثل ما سمعنا محمد انه يكون في صعوبات، تاخر شغلات، تعيقك شغلات، ولكن تحاول قدر الامكان انك تغلب عليه، وخاصه اذا انت كنت خارج الكويت خلاص مشارك انت ورايح بعد على قولتهم وكل الاستعدادات، ولكن سبحان الله يعني شيء الظروف انه يصير شغلات كذي خلاص، بس انه لازم تمشي عمرك يعني في هذا الجانب. شنو تنصح انت المصورين خاصه يعني خارج الكويت؟ انت الحين ما شاء الله داخل الكويت استعدادات عندك كبيره، نفسها نفس خارج الكويت، شنو النصايح اللي تعطيهم وخاصه اللي بيبتدون بهذه الموهبه بهذا الجانب؟ والله شوف، اي احد يبلش بالوايلد لايف خلي يجرب، يعني يروح ياجر لا يشتري. المعدات غاليه ومو الكل خلينا نقول بالكويت يصملها، صعب مو سهل. بس اذا انت تحب الشيء هذه الصعوبات كلها تصير ولا شيء، تصير وناسه. فلا تفكر، يعني دائما انا اقول حق اي احد، اي مصور يبي يدخل سواء بنات ولا شباب، في بنات ودهم يصيرون مصورات وايلد لايف في بالكويت، دائما اقول روحوا اجروا. اذا تعرف احد يصور وعنده عده زايده اخذها، جرب اطلع وياه، شوف انت تحب هالمجال تتحمله. لان شوف تصوير وايلد لايف يحتاج صبر، يحتاج انك شايل راسك، يعني مو كل شيء يضايقك. احنا بالكويت حر جهنم، شهر 5 فرن بالكويت، 5 مو بعد 7. احنا نروح جزيره كبر نصور من 5 لشهر 8، في ناس يعني حرفيا اغمى عليها، شباب ما تتحمل، مو الكل يتحمل. فانت لازم تكون مهيئ. فاذا بتدخل بهالمجال، مجال حلو وانا احبه وعجيب، لكن اذا بتدخل ادخل بسيط، جرب، اجر، اذا بتشتري اشتر شيء مستعمل ودش في هذا التاجير. المعدات هذه موجود، في تاجير يروح ياجر له، بدال يروح يقطع له 6-7000 دينار على كاميرا وعدسه واحده، واحنا الميموري كارد على 120 دينار. اي عرفت؟ صح. فانت بتقط مبلغ يعني، فحرام تقط مبلغ 100-200 دينار. اي يعني روح شيء حتى لو يعني في هذه 70-30 يعتقد انها 90 دينار او شيء كذي، خذ لك شيء بسيط، مو لا تطلع هاي كواليتي، مو لا تشارك مسابقات. شوف انت تحب هالشغله ولا لا، لان احنا وايد مصورين دشوا المجال والحين مو موجودين، يعني وايد مصورين اسامي اختفوا
ما قدر يستمر يعني في هذا الجانب. باع بخسارة يعني تشوف أنه والله المعدات والأجهزة والاستعدادات شوية قاعدة تعبة ويمكن عنده ظروف معينة قال بس خلاص. أي بس وفي ناس يبي اليوم يصور يبي اليوم يفوز. إيه يبي اليوم يصور يبي اليوم يصير هو أقوى واحد بالكويت وينشئ ما تقدر. صعب لازم تحمل لازم تنطر. ما تشوف الله كاتب لك ما يهاتك فكرة فترة كذي تقول بس. لا أنا أقول لك ليش. شوف الناس شوف إذا أنت تحب المشي ما يهمك وين الناس. توصل أي. أنت أساسا تحب المشي فما يهمك وين توصل بالنهاية. فأنا دائما أقول الرحلة التصوير مثل رحلة. أنا بالنسبة لي فن وناسة أطلع أصور واشتان ما مو هدفي المسابقة أصلا. ليه أنا كنت أصور لأني أنا أحب أصور وأحب أطلع شاركت وفزت يعني الله كتب والله وفقني وفزت بس مو هذا هدفي. أنا عمري ما حطيت إن أنا اليوم بطلع بصور عشان بفوز بمسابقة فلانية. مستحيل مستحيل. أنا أطلع أصور أستانس أركز واجتهد وأسوي بحث وأسوي كل شيء يحتاج إن أطلع أصور له لكن مو هدفي إني أنا ده يعني إن أنا حاط بالي الجول إن مالي إني أفوز لا طبعا. أنا استضفت هني يعني مصورين وأساتذة فاضل يصورون الأفراد يصورون خلنا نقول العمران اللي موجود بالكويت يصورون اللاندسكيب يصورون الغروب الشروق واستضفت أيضا يصورون تصوير جوي وأنا واحد الحمد لله يعني واحد من فريق التصوير الجوي والله وصراحة يعني أنا أفتخر بالمجموعة اللي أنا وياهم. ليش اخترت الحياة البرية؟ شوفها أنه والله ترى لها ظروف معينة يعني بالحار من لا خلق يعني يطلع يروح البر يصور مثلا الحياة البرية اللي موجودة ولا البحر ترى هم صح. حر يعني في هذا الجانب صح. مثل ما تفضلت أنه قلت رحت وكبر وصار لكم هذه السوالف ظهرت لكم ليش اخترت هالجانب هذا؟ أنا أحب الشيء صعب يعني يستهويني الشيء لما يكون ما أقدر أحصله يكون صعب مو سهل. تصوير الحياة البرية مو سهل وصعب وممل يعني أنا الحين لو أطلع اليوم بروح أصور أي طيار بالكويت أقدر أصوره غروب وشروق وأقدر أصوره وهو يصيد وأقدر أصوره وهو يتزاوج نفس الطير أقدر أطلع منه 100 صورة فالتصوير الحياة البرية ما يمللني ولأنه صعب وأنا أحب الشيء صعب يعني في تحديات أنك تسوي بحث أنك كأنها دراسة صح في بحث كبير أنا أسويه حق الدراسة أنا حتى يعني حتى لجنة التحكيم أدرسه يعني أنا إذا بشارك حتى بمسابقة ما أمشي وأدش المسابقة قبل الأسبوع أقعد شهر أطالع الحكام ويحطون على أساميهم ايه؟ هذا شي صور شي حب شنو يستهوي أقط الصور اللي أنا أشوفها قوية وبنفس مجاله عشان تأخذ هاي سكور فقلت لك هو بس أنت ما تروح تصور علشانه لا طبعا أنا أصور لأن أنا أحب هالنوع من التكنيك أو هالنوع من الحيوانات فأنا حبيت تصوير الحياة البرية لأن قلت لك يعني مو ممل انا ما يعني شلون اوصفك انا شيء احبه حيل متجدد عرفت وصعب فيه تحدي مو يعني ما اقدر اقول حق الطير وقفني وقف تحت الاضاءه نفس الاستديو لا انت لازم انت تروح انت تحرك زاويتك وانت احنا على قولتهم نحبي كوعك متقطع من الارض والله حراره وهذا وحر واهي ومع هذا مستانسين وارجع البيت مش قادر اقول لك ايه فيصير خلينا نقول الشغف عالي بالموضوع فما ادري يمكن ما ادري اتوقع هذه الاسباب اللي انا خلتني يعني حيل اندمج بالوايلد لايف. ايش قصه ام جنيب؟ مره يمكن في احد المرات شفت ام جنيب يمك وين؟ في 2017 الدوام نقلوني من محطه قطوني محطه الصبيه وكان الدوام يعني من بيتنا للمحطة تقريبا 55 دقيقة روحوا 55 دقيقة رد قبل جسد جابر فالمحطة لأنها مسيجة بوسط البر هي محطة الصبية لأنها مسيجة أي شيء برا السياج أصفر ماكو زرع ماكو شيء داخل ممنوع أحد يدخل لنا
هي. كلها زرع، لأن فيها زرع، فيها عزك الله الفيران واليرابيع. أوكي. لأن في فيران ويرابيع في حياة. فراح تشوف. لأن في حياة، فيها حياة، فيها بلاوي داخل الدوام. ما جبت كاميرتك؟ أنا ما أدري، فداومت. بعدين قمت أتمشى بالليل وشي وطالع وأسأل الشباب، يقول لي لقينا اليوم عقرب، لقينا اليوم أم جنيب، لقينا. صدقكم أنتم هني؟ ثاني شفت كان يب عدتي. وأقعد بالدوام من يعني إحنا عند اجتماع الصبح، أنا ما أطلع نهائي. يعني يوصل الشفت الجاي أنا للحين قاعد، يعني حتى الربع الحين اللي يسمعوني بالمقابلة راح يدرون، كانوا يستغربون إن أنت إيش عندك بالليل. أنا أطلع يعني بالليل، خلاص صار الليل أنا أتمشى. طبق أغراضك وتوافق. لا لا أطلع بالزرع بحي. أتمشى. كانوا جاي، كنت شاري مثل ضبابات حق الحياية، لأن في واحدة في مرة طقت البوت ومجنب سامة خطرة يعني. فشريت لي من برا دس يغطي لهني، لو يطق تمساح ما يعورك، مو مجنب. وحق ريولي بعد، ولأن أنت الحية ما راح أصورها بزوم، راح أصورها بماكرو، فبيني وبينها الكثر. سبحان الله. فإذا طقت ذبحك يعني. بس فأنا حاط عندي اللبس هذا واقي وأصور بالبليد، صار ما صار حطيت هذه إذا طقت يعني، وطقت أكثر مرة. فقمت أدور العقارب، قمت أدور زواحف، أم جنيب، حصاني كانوا جاحرين بالمحمي بالدوام أربع جحر، أربع، كل جحر فيه خمس صغار. شيء كان عرفت اللي داش الدوام مستانس كأنك داش ديزني، خاصة أنا أحب التصوير، كأنك داش ديزني لاند. يا أهل مدخلين ديزني، ما كنت أطلع يعني، مسؤولي حبني إن أنا الوحيد اللي ما أزرق قاعد أنا وياك واحد. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا محمد. استمتعت وايد بالحديث معك، ويعني اكتشفنا أشياء وايد وايد عن حب التصوير، وخاصة تصوير الحياة البرية. قول الله يعطيك العافية، والشغف هذا اللي عندك إن شاء الله يزيد أكثر وأكثر، وتنقله حق المشاهدين على أساس إنه يمكن يستفيدون من هذه المعلومات ويعني يأخذون منها. إحنا ليش نستضيف يعني مثل حضرتك ولا الإخوان الأفاضل اللي يعني سبقوك في هذا المجال؟ يمكن على أساس نبين أهمية هذا المجال وأهمية الحياة البرية اللي عندنا بالكويت والمحافظة عليها، على أساس إنه والله الحياة البرية أو البحرية أو الجوية عندنا بالكويت أن نحافظ عليها ونعرف مدى التلوث اللي قاعد يحصل عندنا ومدى أهمية هذه الأماكن اللي عندنا. ونقول فالله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية، ومشكورين على الاستضافة وما قصرتم. يا حياك الله يا محمد. ونلقاكم على خير على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية. إن شاء الله يمكن نتمنى أن تكونون استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات من قبل المصور محمد مراد في هذا الجانب، وبينا أهمية الحياة البرية عندنا في ديارتنا الحبيبة الكويت. نلقاكم على خير، في أمان الله.